جلسة تداول أخرى على وشك أن تبدأ وتتحول الأسهم إلى التقارير الاقتصادية لتحديد اتجاهها بعد بداية ضعيفة هذا الأسبوع. الساعة 10 يتم نشر بيانات الوظائف الجولز، والتركيز لا يزال على المخاوف الجيوسياسية. في أسواق العملات لا يزال زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تحت الضغط، بينما زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار في ارتفاع. كسر زوج الدولار الأمريكي مقابل الين فوق خط الاتجاه السلبي السابق ولا يزال على الجانب السعودي. الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي والذي سنركز عليه اليوم، فلا تزال العملتان في هبوط، الزوج محصور بمتوسط 50 فترة المتحرك. مؤشر القوة النسبية يفتقر إلى الزخم السعودي والمراكز القصيرة تحت 0.752 مع أهداف عند 0.745 و 0.742 في الامتداد. تظهر المعادن الثمينة هبوطية، حيث لا يزال الذهب هبوطي وحقق هدفه عند 1249.4. يرتفع مؤشر القوة النسبية بخط الاتجاه الهبوطي، وانخفضت الأسعار مؤخرا تحت قناة التوحيد. المراكز القصيرة تحت 1256 مع أهداف عند 1240 و 1236.5 في الامتداد. يتداول الفضة تحت المتوسط المتحرك الهبوطي للعشرين والخمسين فترة المتحرك. تريدنج سنترال ويب تي في لويا لكوا.